وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد شعيب، منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة. بنرحب بحضرتك يا دكتور، ولو تحدثنا أكثر عن هذا الدعم الغذائي والنقدي. مساء الخير يا أستاذ محمود، ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. وكل سنة وكل السادة المشاهدين بكل خير يا رب. آمين يا رب العالمين. في البداية احنا من حياة كريمة قائمة على أساس بناء الإنسان المصري وتوفير عيشة كريمة له، وفي ظل الظروف الاقتصادية وتوجيهات القيادة السياسية بتوسعة زي ما حضرتك ذكرت التغطية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، فاحنا أطلقنا على مدار العام الماضي وعام كورونا حتى الآن وصل الخير بمراحله الثلاث، اللي احنا وصلنا حتى الآن بتوزيع أكثر من 3.5 مليون صندوق حماية اجتماعية، آخرهم كان 0.5 مليون في وصل الخير ثلاثة اللي استهدفنا فيه الأسر الأكثر احتياجا، عشان احنا لما بنوفر حياة كريمة أو حياة الإنسان يقدر يعيشها وأبسطها الغذاء، فاحنا كان ده هدفنا الأساسي في إطار وصل الخير لآخره. كان قدرنا نوزع على مستوى الجمهورية 500 ألف صندوق من صناديق الحماية المجتمعية. عندنا برضو زي ما حضرتك ذكرت أو تفضلت الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا، وده بيتم بناء على فحص ميداني دقيق من قبل متطوعين حياة كريمة اللي منتشرين بصراحة على كافة قرى ونجوع الجمهورية. بنعمل رصد دقيق، بنشوف الفئات اللي هي مش مستفيدة بأي من المعاشات الأخرى كتكافل وكرامة أو بعض المساعدات اللي بتتم من قبل الجمعيات الشريكة. فاحنا الأسر دي بنستهدفها في الأساس اللي هي ما بتكونش عندها أي دخل آخر، فاحنا عندنا أولويات، دي بتكون دي أولوية بالنسبة لنا. قدرنا الحمد لله اللي احنا نصرف دعم نقدي لأكثر من 16,000 أسرة خلال الأيام القليلة السابقة. نعم. عايزين أيضا يعني نتكلم طبعا بشكل عام، وإحنا عارفين حياة كريمة ودورها في المحافظات المختلفة، الأنشطة اللي بتقدمها بشكل عام، وتحديدا كمان لو حضرتك في محافظة الجيزة طبعا، يعني غير هذه عشان نوضح للناس. أنا عارف أن حضراتكم دايما بتشتغلوا بالتوازي. زي ما حضرتك ذكرت فعلا اللي احنا فعلا احنا عندنا أكتر من جانب وبتصب في الآخر لبناء الإنسان المصري اللي احنا نوفره عيشة كريمة، بداية طبعا من البنية التحتية اللي كل الناس متابعاها أو شايفاها دلوقتي، اللي احنا الحمد لله على وشك الانتهاء من قرى المرحلة الأولى. لو هنتكلم عن محافظة الجيزة، فالمرحلة الأولى كان فيها مركزية الصف والصيح بعدد قرى 42 قرية بالإضافة إلى 90 تابع. شكل الريف أو أهالينا اللي هناك يقدروا برضو يتكلموا بلسان حنا دلوقتي، شكل الريف اتغير كليا وجزئيا دلوقتي عن عام سابق مثلا. فدلوقتي بنتكلم عن كل القرى اللي اترجت في المرحلة الأولى فيها بنية تحتية محترمة، من مياه شرب، من صرف صحي، من رصف طرق، من غاز طبيعي، من إعادة تأهيل وإعادة بناء مدارس جديدة عشان نلغي أو نقدر نتغلب على مشكلة الكثافة في الفصول. عندنا مراكز طبية مدرجة ضمن أكواد التأمين الصحي الشامل، بحيث لما التأمين الصحي الشامل يبدأ إن شاء الله يشتغل في مراحل القادمة، عندنا المباني مجهزة بالاصطف بتاعها بالمعدات، مراكز الشباب بأحدث الأجهزة بدخول الأنشطة الجديدة فيها، ويمكن حضراتكم نزلتوا وصورتوا معانا حاجة زي كده. طبعا. طيب أنا برضو يعني عشان لا ينفصل، وإحنا من الحاجات اللي بتضاف مع ضمن هذه المجهودات مع الإطلاق الفعلي لمبادرة ابدأ، إزاي إيه اللي ممكن تساهم بيه حياة كريمة مع ابدأ؟ والله إحنا من ضمن إحنا بنفخر طبعا إن مبادرة ابدأ وليدة من أفكار حياة كريمة وشريك أساسي مع حياة كريمة. مبادرة ابدأ بتعمل على توطين وتطوير الصناعة المصرية، بداية من الصناعات الحرفية الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المصانع ذات الإنتاج الكبير واللي بتقدر تنتج حاجات عالمية. فإحنا هدفنا اللي إحنا نوصل للمنتج المصري إن شاء الله يكون تكوين المنتج محلي 100%، وبكده هندور عجلة الإنتاج. وإحنا بصراحة القرى كان ليها نصيب برضو من المبادرة دي عن طريق الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة. فاحنا نزلنا دلوقتي في مرحلة الرصد المصانع دي، نبدأ نقعد مع أصحاب المصانع دي نشوف إيه المشاكل أو
العقبات اللي بتقابلهم، بنقدم لهم دعم وتمويل بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر نشغل المصانع دي مره تانية وتبدا حركه الانتاج تشتغل من تاني ان شاء الله. وده انا عايز معلش بقى لو حضرتك كمان نربط بان ده وتقول لنا ردود الفعل، لان ده البناء الانسان المستدام مش فقط تقديم دعم عيني زي الغذاء والنقد، دلوقتي كمان مع المبادره هيبقى في توفير فرص عمل ويبقى متوفر ليهم، وازاي هم بيستقبلوا ده دلوقتي؟ تقريبا الجميع اجمع او المصريين كلهم اجمعوا دلوقتي اللي احنا لازم يكون عندنا مرحله بناء، احنا ما عندناش مخرج دلوقتي غير التصنيع، ونقدر احنا نصنع ونبدا ننتج، والانتاج ده هو اللي هيعدل حال الاقتصاد المصري يعني. فالناس دلوقتي تقريبا كلها عندها الفكر او التوعيه دي، احنا بننزل لاصحاب المصانع، لا بقى الموضوع مختلف عندهم، تعالوا يا ريت تكونوا معانا ايد بايد نساعد نخلص، فهو عنده شغف اللي احنا نبدا معاه بصراحه، واحنا على الجانب الاخر احنا مستعدين طبعا، ومنقدم يد العون من اول حاجه لاخر حاجه ان شاء الله احنا معاه. احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبنتمنى لكم كل التوفيق. الدكتور احمد شعيب، منسق عام حياه كريمه بمحافظه الجيزه، شكرا جزيلا لحضرتك.